تعمل ميليشيات الحوثي حالياً على وفق 3 سيناريوهات محتملة للتصدي لتداعيات قضية المرتبات التي أصبحت مشكلة متفجرة. وفقاً لعبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، فإن الحوثيين يشعرون بالقلق من أي شرارة قد تشتعل في الشارع، ولذلك قاموا بالعمل على 3 خيارات محتملة. الخيار الأول هو زيادة نشاطهم التجسسي، حيث يعتقدون أنه إذا خرج الشارع في احتجاجات لن يعود إلا بسقوط نظامهم. أما الخيار الثاني فيتعلق بإثارة الحرب مع خصومهم، حيث يعتقدون أنها قد تساهم في تخويف الداخل ونسيان مطالبهم، وبالتالي يصبح من الأسهل قمعهم بحجة العمل مع العدو. يعتبرون هذا الخيار إلزامياً رغم التكلفة الباهظة التي يتطلبها، ولكنها أقل بكثير من سقوط نظامهم. أما الخيار الثالث فهو الضغط على الوسيط العماني للتدخل والعمل على إيجاد حل يظهرهم منتصرين ويضمن لهم استمرارية رواتبهم ورواتب مقاتليهم والموظفين الذين يخشون من عواقب ثورتهم. وفي الوقت الحالي يشهد الشارع اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين تصاعداً في المطالبة بالحرية، ورفض الاستبداد والتمييز العنصري الذي يمارسه الحوثيون ضد الموظفين والمواطنين عموماً. وهذا ينذر باندلاع ثورة قوية قد تطيح بالسلطة الحوثية وتعيدها إلى جذورها التاريخية في اليمن.